فتوح. فتوح النهارده قدم واحده من أسوأ لقاءاته في مثلا في مسيرته مع الزمالك. بالظبط. وحاجه تصعب عليك بقى، فتوح اللي من بالظبط كان الكان اللي كان مع كيروش كان بيلعب بطوله ضد افضل الاظهره منهم اشرف حكيمي وكان واقف على رجليه، النهارده بيقدم مستوى سيء، ودي برضو جرس انذار لفتوح. لعيب الكوره حاجه حياه كامله، لعبه الكوره حياه كامله بتعيشها لتخصيص للكوره. فكره ان اللايف ستايل بتاعك في الصحيان في النوم في الاكل في التغذيه ده مهم جدا عشان تكون واقف على رجليك في كل المواقف وتكون في افضل مستوياتك. النهارده فتوح نبص على اكبر ميزه عند فتوح اصلا اللي هو بيجيده دايما الخروج بالكوره والباسنج. تعال نشوف ارقام فتوح في الباسنج كانت عامله ازاي اصلا. نسبته كانت 74%. خلي بالك اللعيبه ده لو لعيب تلت اخير بتبقى نسبه كويسه عادي، لان التلت الاخير اما بتفقد فيه الكور بيبقى عادي متقبل، انت مضغوط وفي اخر مناطق الخصم. انما من 61 كوره فتوح مرر 45 مظبوط و16 كوره، ال 16 كوره دول فتوح مررهم فين؟ اغلبهم في تلت ملعب الزمالك، فانت بتفقد 16 كوره او مش لازم يكونوا 16 كوره كلهم في تلت ملعب الزمالك، ولكن هنقول اكتر من نصهم 10 كرات الزمالك خسرها في تلت ملعبه بسبب فتوح. دي ارقام سيئه جدا بالنسبه لفتوح، بجانب انه عمل مخالفات كتير جدا. اللي انت بتتكلم فيها شاكر كانت البدايه الاولى ضربه ركنيه هي من اوت اوف بلو، حاجه ما لهاش اي لازمه، راح مطلع الكورنر. يعني هو عمل الكورنر ده مره واتنين في بدايه اللقاء بدون اي مبررات، واحده كانت في رجله راح مطلعها كورنر، والثانيه كانت كره طويله راح مطلعها ركنيه اللي نزلت على دماغه، ثم كانت اعتقد خطيئته الكبرى الهدف الثاني لنهضه بركان. بركان كان تحس انه مقتنع بال1-0، ما كانش ضاغط بشراسه بعد ال1-0. فتوح بدون اي مبرر مجانا عمل المخالفه مجانا مجانا، لعيب مزنوق ما عملش اي حاجه راح مديله مخالفه رغم كل التنبيهات. زميلنا احمد الجوهري كان قاعد بيفهم ماتش بيقول ده حتى لو ميسي اللي معاه الكوره كده مش عارف يعدي بالحته دي، بالحته دي يعني خلاص دي هو اتزنق خلاص. دي حقيقة. وان كنت انا شايف ان ميسي كان يعدي عادي بس لا ده ميسي. اكمل لك بقى زيدك في الشعر بيت كمان في الهدف الثاني، بما ان احنا جينا الهدف الثاني، عواد عواد واقف جوه الجون. يعني انا مش قادر افهم برضو ان ماشي هي كره عرضيه بالونيه ما طلعتش عواد ماشي، انما انت تمركزك ازاي عشان تصد الكوره؟ مفيش حارس بيقف في جوه الجون حرفيا. تعال نشوف صور الهدف الثاني، عواد واقف جوه الجون بالمعنى الحرفي جوه الجون. على فكره عملها في لقاء بيراميدز اللي خلص في عزيمه. انت مش طالع مجازا يعني ان هو كان واقف جوه الجون؟ لا هو واقف جوه الجون. قلنا الصوره شباب الصور بتاعت عواد دي ارقام. طبعا فتوح كان اكثر اللاعبين فقدانا للكره مع سيف الجزيري. طب ده مهاجم انها فتوح ان انت تفقد الكرات برضو ده عدد كبير. هات بقى اللي بعديها الصور بتاعت الهدف الثاني لنهضه بركان. فين عواد؟ رجله اليمين فين؟ حرفيا جوه الجون. يعني الكرة بتتعمل هو ما طلعش على العرضية، ايه اللي موقف عواد جوه الجون؟ انت لو واخد خطوة بدري الكرة كل ما هتقرب للجون هتبعد، انت لو واخد خطوة بدري هتعرف تتعامل مع الكرة دي بمنتهى البساطة. غريبة يعني بصراحة الصورة دي جدا. يعني ده رجله جوه الجون، حرفيا رجله اليمين جوه الجون. هات الصورة اللي بعديها. وهو بيعمل التراي. انت لو جت في ايدك دلوقتي ما انت جوه الجون اهو، رجله اليمين جوه الجون. انت ما خلاص انت لو عملت التراي، ما هو ده الفكره. الكره رغم انها ضعيفه انما دخلت لان تمركز عواد. لو عواد خطوه بدري كانت الكره ما بعدتش، كان يعمل التراي، كان يبقى قريب من يعرف يطلعها مش يدخل بيها المرمى، لان هو واقف تمركزه كان سيء جدا جدا. وللاسف زي ما قلت احنا لو الناس تفتكر التلات اهداف في بيراميدز سيمي فاينال كاس مصر الاخير، التلات اهداف عواد كان تمركزه على خط الجون او جوه الجون حرفيا.